بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة من برنامج صفحات من التاريخ الحديث. وكان المقصود من هذا البرنامج الذي بدأ بالحملة الفرنسية على مصر، المقصود به هو تنوير مجموعة كبيرة جدا من الجماهير العربية والإسلامية التي تنطق بالعربية. لماذا؟ لأن التاريخ الحديث قل من يطرقه، وإذا طرقه طرقه من زاوية معينة محددة وبصورة جزئية، بينما المقصود هو أن يطرق التاريخ الحديث على وجه يبين حقيقته أولا، ثم يبين أوجه الاستفادة منه، يعني التي نسميها بالعبر والعظات، وينقل بحياد تام، ليس فيه تعصب لأحد ولا انحياز لأحد ولا ظلم لأحد، إنما هو ذكر للحقيقة وللحقيقة المجردة. هذا كان المقصود من هذا الطرح. ثم إنه قد كثر في أذهان الجماهير العربية والإسلامية الحديث عن الصدر الأول، السيرة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، ثم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الأيوبية، دولة نور الدين، دولة صلاح الدين، كثر الحديث عن هذا كثرة نسبية يعني. وكان من المناسب ومن المهم أن يذكر التاريخ الحديث الآن، وأن أزعم والله أعلم أن عددا ضخما جدا من الناس اليوم لا يكاد يعرف عن التاريخ الحديث إلا شذرات قليلة لا تغني ولا تسمن من جوع. فكان هذا هو الهدف في الحقيقة من طرح هذه الموضوعات، إلى جانب ما ذكرته من أهداف سابقة. وقد بدأت بالحملة الفرنسية على مصر، ووجدت من الناس قبولا للفكرة، وأن البرنامج فيه نوع من الجدة وأنه مناسب، فهذا شجعني على أن أستمر في طرح هذه الحلقات، وأن أطرق موضوع الحملة الفرنسية على الجزائر، وذلك لأسباب. من ذلك أنه هي الحملة الثانية الضخمة على العالم الإسلامي، وإن كان شئنا الدقة على العالم العربي، فكانت الحملة الأولى الحملة الفرنسية على مصر سنة 99 و700 وألف، يعني أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حملة ضخمة قوية غيرت مفاهيم كثيرة، صدمت الناس، حصل وراءها من ورائها صدمة حضارية، حصل من ورائها انبعاث عند جماهير من المسلمين، ومحاولة رأب الصدع وإعادة الصلة بتاريخ المجيد من جديد. الحملة الفرنسية على مصر كان لها نتائج كبيرة وكبيرة جدا، ذكرتها في وقتها أو ذكرت بعضها في وقتها. حملة جو فرايزر على مصر حملة سريعة، ما كنت أرى أن تبدأ في الحلقة الثانية أو الموضوع الآخر الذي يأتي بعد الحملة الفرنسية على مصر، حملة سريعة في 1807، لكنها كانت مقدمة لحملة ضخمة وهي الحملة الإنجليزية على مصر، سأطرقها إن شاء الله تعالى فيما بعد، سنة 82 و800 وألف. الآن الحملة الفرنسية على الجزائر كانت سنة 1830، دخل فرنسيون الجزائر هذه واستقروا فيها مدة 32 سنة، مدة طويلة جدا، قرن وثلث القرن تقريبا، مدة طويلة وطويلة جدا. نابليون ومن معه وخلفائه استمروا في مصر 3 سنوات فقط، صحيح تكون ما يعرف بحزب فرنسا بعد ذلك وكانها ذيول وكان لا، لكن أقصد بالوجود العسكري وأقصد بالوجود الفرنسي في مصر 3 سنوات، بينما هذه بقيت 132 سنة. لكم تتخيلوا هذه المدة الهائلة الطويلة وماذا جرى فيها، مدة ضخمة للغاية، وأحداث متشابكة طويلة متتالية، فيها عبر وعظات هائلة كثيرة جدا، فيها نظر طويل، فيها استخلاصات، فيها بناء للحاضر والمستقبل بناء على ما جرى في الحملة. فكان الاختيار قد وقع على طرق الحملة الفرنسية على الجزائر. هذا هو السبب الأول الذي دعاني للحديث عن هذه القضية، والقضية الخطيرة والمهمة في حياة العرب والمسلمين. الأمر الثاني المهم من الأسباب التي دعتني لأتحدث عن حملة فرنسية على الجزائر، أن الجزائر تعزب عن أفكار وعقول كثير من المسلمين،
لسببين. أولا للجزائر بالذات لغموض مقاطع من تاريخها القديم والحديث عن كثير من العرب والمسلمين لا يكادون يعرفون عنها إلا القليل. ثم إن الجزائر هي جزء من المغرب العربي الكبير، والمغرب العربي الكبير برمته وجملته ظل مجهولا للمشارقة. هذا أمر لا أبتكره الآن ولا أتحدث عنه على أنه شيء جديد، بل هو شكوى قديمة من أيام صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه، من أيام ابن خلدون، بعده بقرون جاء ابن خلدون وتحدث عن هذه القضية. وإلى يوم الناس هذا أزعم أن تاريخ المغرب العربي الكبير بكامله هو تاريخ مجهول في كثير من جوانبه عند كثير من العرب والمسلمين. هذه شكوى قديمة تاريخية ظلت بذيولها إلى الآن. الآن في عصر القنوات وعصر الأطباق الفضائية، عصر الإنترنت، تقلل هذا الأثر أو قلل من هذا الأثر قليلا أو من هذا الضعف قليلا، وأصبح الآن يعني بعض الناس يطلع على تاريخ المغرب وأحوال المغرب اطلاعة لا بأس بها، لكن يتحدث في الجملة تاريخ شبه مجهول عند أكثر العرب والمسلمين. فكان تسليط الضوء على تاريخ الجزائر وتاريخ الحملة الفرنسية على الجزائر والحملات الصليبية على الجزائر قبل الحملة الفرنسية كان أمرا في غاية الأهمية في ظني، لأنه ينير لقطاع كبير من الجماهير، ينير دروبا ما كانوا قد سلكوها من قبل ولا عرفوها من قبل ولا أدركوها من قبل. ثم السبب الثالث إنه يسلط الضوء على قضية خطيرة وفي غاية من الأهمية. ما هي هذه القضية؟ وهي قضية أن هذا الشعب العظيم، الشعب الجزائري، شعب ضحى طويلا وأعطى طويلا وبذل كثيرا، لكن للأسف هضمت حقوقه، طمس كثير من تاريخه، أسيء فهمه في كثير من الأحوال عند الجماهير العربية والإسلامية. والسبب هو كما قلت لكم لبعده، لبعد الجزائر، لغموض جوانب من تاريخها. هذا الشعب ضحى وضحى تضحيات رائعة وهائلة جدا على مدار 132 سنة، شرد من أرضه إلى أراضي أخرى، كثير منهم انتقل قبائل إلى مناطق أخرى لا يألفون ولا يعرفونها، حشدوا في محتشدات كبيرة بالملايين وأسلاك شائكة مكهربة، دوائر إلكترونية، عزلوا عن العالم العربي والإسلامي تقريبا، منعوا من الحج سنوات، ابتعدوا تماما عن إخوانهم المشارقة بل عن إخوانهم المغاربة أيضا، كانوا في عزلة ضخمة هائلة. فلولا الله تبارك وتعالى أنجدهم بإيمان ويقين كان الإسلام في الجزائر خبرا من الأخبار منذ مدة طويلة جدا. مع ذلك انظر الإسلام في الجزائر اليوم، إسلام رائع متألق حيوي منتشر قوي يشهد له القريب والبعيد. والسبب هو أن فطرتهم نقية، شعب قام بتضحيات رائعة، شعب نعده من الشعوب العربية القوية كما يقال على الشعب الفلسطيني، الشعب العراقي، شعب قوي، شعب صلب، شعب مستعد لتقديم تضحيات، شعب مستعد للصبر الطويل، لتضحيات الكبيرة الجسيمة، للعمل المتواصل بدون كلل ولا ملل ولا تعب، لبذل وعطاء في الحقيقة رائعين نادرين ما رأيتهما يتكرران كثيرا في هذا العصر إلا عند الشعب الفلسطيني بالطبع. فكان هذا الشعب الرائع وتضحياته الرائعة وجهاده الجليل وعمله القوي الضخم كان لابد من تسليط الضوء عليه. وأنا أصدقكم قولا، أتحدث عن نفسي على أن عندي اهتماما في مواضيع التاريخية، كانت معلوماتي عن الجزائر معلومات محدودة للغاية، كانت معلوماتي عن الحملة الفرنسية على الجزائر معلومات ضحلة للغاية، بحيث أنما درست هذه الحملة دراسة تمكنني من فهمها ومن ثم إلقائها، وجدت أني صدمت في الحقيقة، صدمت من جانبين اثنين، من الوحشية الهائلة التي جوبي بها هذا الشعب، ومن التضحيات الرائعة والبذل الجليل العظيم الذي بذله هذا الشعب. بل أزعم، وهذا أمر مني ووجهة نظرة شخصية، أن الذي حدث على الجزائريين من تشريد وتنكيل وتعذيب وسرقة للأرض وانتهاك للعرض واغتصاب للحقوق وتضييع وطمس للتاريخ وحيد بتاريخه الحديث وقطع صلة عن تاريخ الماضي،
لم يحدث حتى لشعب فلسطين. نعم إن فلسطين جزء غال جدا عندنا وفي أرواحنا وعقولنا وقلوبنا، كيف لا، وفيها بيت المقدس وفيها ثرى الأنبياء الطاهرين والرسل العظماء الأجلاء وفيها تاريخ رائع جدا جدا. لكن الذي حدث على إخواننا في فلسطين، الذي هو طبعا من 60 سنة خلت وقبل ذلك ذيول 20-30 سنة، الذي حدث على إخواننا في الجزائر أعظم وأكبر وأضخم أيها الإخوة والأخوات، وسيكون هذا في ثنايا حديث طويل. في هنا أنا اختصرت كثيرا في الحلقة الماضية أو في السلسلة الماضية التي هي الحملة الفرنسية على مصر، لكني عزمت هنا ألا أختصر، أن أورد تفاصيل كثيرة، أن أورد أحداثا كثيرة، أن أورد العبر والعظات، لأن هذا هو المهم في استخلاص الحدث التاريخي ثم بناء الحاضر والمستقبل عليه. ليس المراد من هذه الحلقات كما أوضحت سابقا في الحملة الفرنسية على مصر هو مجرد السرد، لا، والسرد أيضا أمر مطلوب، السرد التاريخي أمر مطلوب حتى يعرف الناس، لكن المراد أعظم وما وراء ذلك، وهو كيف نستفيد من ذلك الماضي بعبره وعظاته بأفراحه وأتراحه بأحداثه الجليلة، ونصلح به المحاضر وننطلق به إلى مستقبل جليل. هذا هو مكمن الخطر في التاريخ، هذا هو مكمن الأهمية في الحوادث التاريخية. بعض الناس يعتقد التاريخ شيء ماضي، ويا أخي لماذا تعلقنا بالتاريخ ولماذا تسردنا التاريخ؟ دعنا نتحدث عن الحاضر، دعنا نتكلم عن المستقبل. أمة لا تاريخ لها، لا حاضر لها، لا مستقبل لها. حتى الأمم ذوات التاريخ الذي ابتدأ حديثا يحاولون أن يخترعوا أنفسهم تاريخا، يحاولون أن يضعوا لأنفسهم ما ليس لهم. فالجزائر ذات التاريخ الناصع الرائع الجليل وجب أن يذكر تاريخها وتضحياتها وبذلها، وكان هذا حقيقة من أهم الأسباب التي دعتني للحديث عن الحملة الفرنسية على الجزائر. الأمر الثالث أو الأمر الثالث نعم المهم هو الحديث عن تناقضات السياسة الفرنسية، بل عن تناقضات الساسة الفرنسيين وتناقضات المثقفين الفرنسيين وتناقضات أهل الاجتماع والتربية في فرنسا. في الحقيقة أنا يؤلمني أن أقول هذا، لكنه تناقض خطير بين الشعار المرفوع والمثال المنادى به وبين التطبيق على أرض الواقع، تناقض وتناقض خطير للغاية. يعني الثورة الفرنسية التي قامت وحطمت الباستيل كما يقولون وأزالت الملكية الظالمة الجائرة وفسحت الطريق أمام المبدعين وأمام العقول وأمام تحرير العقول والتفكير، لما جئنا ونظرنا إلى منتجات هذه الثورة الفرنسية وجدنا مثل الجبل العظيم الذي إذا تمخض ولد ولد فأرا، والسبب أن الذي ذاق ويلات نتائج الثورة الفرنسية لم يكونوا المسلمين في البدايات، إنما هم أهل أوروبا أنفسهم، أهل أوروبا أنفسهم هم الذين ذاقوا الويلات من الثورة الفرنسية هذه التي انطلقت لتكون جحيما وسعيرا وعذابا على أوروبا وروسيا كما هو معلوم من تاريخ الثورة الفرنسية. هذا أولا. ثم بعد ذلك اصطلى بنارها المسلمون ابتداء من مصر ثم الجزائر ثم المغتصبات الإفريقية التي دخلوها وكانت بلادا إسلامية في أكثرها، وما جرى بعد ذلك من احتلال سوريا في 1920 ولبنان، وما جرى من الفرنسيين من تعديات على العالم الإسلامي وقبل ذلك العالم الأوروبي، يوضح بجلاء أن عند الفرنسيين مشكلة ليست موجهة ضد المسلمين فقط، وإن كان معظمها وجلها ضد المسلمين، لكن حتى ضد الأوروبيين الذين اضطروا للتكتل كتلة واحدة كما شرحت ذلك في الحلقات الماضية في الحملة الفرنسية على مصر، كتلة ضخمة واحدة اجتمعت ضد فرنسا حتى أخرجت نابليون من الحكم ونفته إلى جزيرة سانت هيلانا، وأنهت بذلك حقبة مريرة من الصراع الفرنسي الأوروبي. فأنا عندما أتحدث عن تناقض الثورة الفرنسية وتناقض نتائج الثورة الفرنسية مع شعاراتها المرفوعة، لا أتحدث فقط من وجهة نظر إسلامية وإن كانت مهمة وجهة نظرنا هذه وما حدث على بلادنا وأهلنا وهذا أمر عظيم وخطير، لكن يتحدث عن أيضا عن ما جنته هذه الثورة على أوروبا، ما فعلته هذه الثورة في أوروبا، ما فعلت جنايات هائلة، قتلت مئات الآلاف من الأوروبيين، حتى لا أكون مبالغا أقول ملايين وهم ملايين، لكن دعني أقول مئات الآلاف من الأوروبيين، وسفكت دماء كثيرة جدا. أما إذا جينا إلى بلاد الإسلام فحدث ولا حرج عن الفظائع الهائلة. طيب أنتم تقولون
إن الثورة الفرنسية شعارها الحرية والإخاء والمساواة. ما وجدنا الحرية فقد استعبدتم الناس أوروبيين ومسلمين، ولا وجدنا إخاء، بل وجدنا طبقية عنصرية بغيضة كأبغض ما تكون الطبقية والجاهلية، وهذا سأذكره مفصلا في الحلقات، أن هذا التاريخ ويهم أهل الجزائر ويهم المسلمين جميعا، بل يهم العالم أجمع، يهم الإنسانية جمعاء اليوم. أين المساواة؟ المساواة التي ما وجدناها إطلاقا ولا في صورة من صور الأحداث الحملة الفرنسية على مصر، ولا أحداث الحملة الفرنسية على الجزائر. ليست هناك مساواة، بل كان هناك غلظة وقسوة وتقسيم الناس إلى طبقات، وليس هناك إخاء. هذا كلام غير صحيح. أرجو إن كنت مخطئ أن يقال لي أنك مخطئ وهذه الأحداث كذا وكذا والأدلة على خطأك كذا وكذا، لكني ما وجدت أدلة أتمسك بها تشفع عندي أن الفرنسيين فعلا أرادوا أن يضعوا سياسة تترجم، دعنا نقول تترجم شعارات الثورة، حرية إخاء مساواة. ما وجدنا في سوريا، وجدنا القنابل ترمى على الناس بدون تمييز، ومعركة ميسلون أكبر شاهد، ومن انتفض إخواننا السوريون جرى عليهم ما جرى من ظلم الفرنسيين. في مصر جامع الأزهر دك بالقنابل، والأحياء بولاق والأحياء القديمة دكت بالقنابل، ودخلوا بالخيول الأزهر وداسوا المصاحف كما هو معلوم. في الجزائر استعبدوا الناس تماما وألغوا التاريخ الجزائري تماما. فأين الحرية إذن التي ينادون بها؟ أين الإخاء والمساواة؟ شعارات، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد. هذا كل ما وجدناه للأسف الشديد. وجدنا شعارات لم تطبق على الأرض، لم تطبق في واقع ودنيا الناس. هذا، والإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى بمتابعتهم لهذه الحلقات سيخرجون بقناعة إن شاء الله تعالى تساوي قناعتي أو قريبا منها. الأمر الخطير في سرد هذه الحلقات هو أنه إلى اليوم مع ما جرى على إخواننا الجزائريين، والله يا إخوة يا أخوات مآسي، عندما كنت أقرأ أتألم أقول كيف جرى هذا على إخوة، كيف حدث هذا لهم، كيف نزل بهم هذا العذاب الذي ليس مثله عذاب، وتحملوا وصبروا وضحوا، ويأس كثير منهم وبقي كثير منهم على أمله، وتناوشت حتى الذي بقي على أمله تناوشته مدد يأس وفترات ضعف، لكنه تغلب على أسيه وضعفه، في النهاية نالوا استقلالهم الرائع الذي لا أعرف استقلال النيلة في العالم كله على هذا الوجه مثل استقلال الجزائر. في الحقيقة استقلال رائع، فيه عزة، فيه قوة تناسب إخواننا الجزائريين. مع ما جرى عليهم كل هذا الذي جرى عليهم، للأسف إلى يوم الناس هذا ترفض الدولة الفرنسية حكومة وترفض قطاعات كبيرة من الشعب أن تعتذر للشعب الجزائري، وهذا غريب وتلك مصيبة. مجرد الاعتذار للشعب الجزائري حكومة وشعبا يرفض إلى اليوم. ما أدري لماذا حصل هذا، لماذا هذه الغطرسة والعنجهية، لماذا عدم التراجع؟ فهناك دول تراجعت لأقليات، عذبتها، قتلتها، سفكت دماء غزيرة وعزيزة منها، اعتذرت، بل قدمت تعويضات هائلة. في 1965 زار أحد المسؤولين الفرنسيين زار قسنطينة. لما زار قسنطينة اعتذر للشعب عن مجزرة جرت في قسنطينة في أحداث الجزائر، سأذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قامت قيامة الدولة الفرنسية، هذا بعد استقلال بثلاث سنوات، وقالوا إن الرجل لم يقصد الاعتذار، وإن فرنسا لا تعتذر عما جرى. وقامت قيامتهم مجرد زلت لسان من مسؤول فرنسي، أظنه في وزارة الخارجية فرنسية، جاء وتحدث مع جمهور القسنطيني فيما أذكر، واعتذر، قال نحن هذه المعركة سالت فيها دماء كثير، نحن نعتذر عنها. مجرد هذه الكلمات التي لا تغني ولا تسمن من جوع في الناس في مقبورهم، ويتم الأطفال وأثكلت النساء، ومجرد هذه الكلمة الجوفاء التي لا تعني شيئا عند الناس، عموم الناس، الاعتذار، قامت قيامة الدولة الفرنسية على هذا الاعتذار، ورفضوا هذا الاعتذار وردوا هذا الاعتذار. الآن في السنة الماضية قامت قيامتهم أيضا عندما طلب منهم اعتذار ورفضوا أن يعتذروا ومطلقا للشعب الجزائري. هذا غريب في الحقيقة، غريب. هذا فيه إصرار على الباطل، إصرار على كل ما صنعوا من مجازر، إصرار على كل ما عمل أسلافهم، فهم يتحملون أوزار أسلافهم بهذا الإصرار على عدم الاعتذار.
هذا أمر معلوم. الأمر العجيب الثاني في إصرارهم هذا أنه ما دفعوا تعويضات. التعويضات التي نالها اليهود على سبيل المثال، نالوا التعويضات من ألمانيا، ونالوا التعويضات من غير ألمانيا. نحن الشعب الجزائري نحن أولى بأن ننادي بطلب التعويضات من الدولة الفرنسية. اليهود أوذوا في أوروبا لا شك في ذلك، لكن أذيتهم كانت مدة محدودة وأذية محدودة. الشعب الجزائري أوذي أذية لا مثيل لها إطلاقا على مدى قرن وثلث القرن. صودرت أرضه، انتهك عرضه، اغتصبت ثرواته ومقدراته، كل هذا ذهب أدراج الرياح. 1,000,000 شهيد في الثورة الأخيرة، ثورة نوفمبر 1954 قبل الاستقلال بثمان سنوات. يقدر عدد شهداء منذ دخول فرنسا من 1830 إلى ثورة نوفمبر 1954 يقدر عدد شهداء بأكثر من 3 ملايين شهيد. هؤلاء دماء 4 ملايين إلى 5 ملايين شهيد، بعض المؤرخين يرفعوا إلى 6 ملايين شهيد منذ بدأ دخول الفرنسي. هذه الدماء أين هي؟ أين التعويضات عن هذه الدماء الغزيرة التي جرت وشعب انتهك بغير حق؟ أين التعويضات عن الأراضي التي صودرت وسلمت للمستوطنين الأوروبيين والفرنسيين؟ أين التعويضات عن جرائم انتهاك الأعراض وانتهاك الثروات ونقل التراث الجزائري إلى فرنسا؟ أين هذه التعويضات؟ هذا للأسف أيضا لم يدفع تعويضات للشعب الجزائري. اتركوا الحكومة الجزائرية، مسائل السياسة هذه نتركها الآن، لكن أتحدث عن الشعب الجزائري، عن آبائهم، عن أخوالهم، عن أعمامهم. ما من عائلة جزائرية إلا وقدمت وضحت، هي أو أسلافها قدموا وضحوا، قدموا شهداء، اعتدي عليهم، أوذوا في سبيل الله. ما من عائلة جزائرية يندر أن تكون عائلة جزائرية ما قدمت ولا بذلت ولا ضحت. فما اعترفوا بذلك ولا دفعوا تعويضات ولا اعتذروا للشعب الجزائري، بل للأسف الشديد سيأتي إن شاء الله في مستقبل حلقات كيف أنهم ندموا أشد الندم على تفريطهم بالجزائر، وهم ما فرطوا، هم أخرجوا، طردوا من الجزائر طردا، ما ليس أمر بأيديهم، ما كان باختيارهم. لكن هناك كتابات تقطر سما اليوم، إلى اليوم الناس هذا تتحسر على أيامهم في الجزائر وأحوالهم في الجزائر وما كانوا يستمتعون به ويسرقون وينهبونه من ثروات الجزائر وخيرات الجزائر. إلى يوم الناس هذا هناك كتب وكتب كثيرة تصدر في مثل هذا المعنى. يعني ما تشعر أنك أمام فعلا بناء كبير اسمه الثورة الفرنسية، وهذا البناء نتج عنه شعارات رائعة اسمها حرية وإخاء ومساواة. ما تشعر أنك تتعامل مع أناس يمثلون هذا الإنجاز الرائع التاريخي؟ ما تشعر أنك تتعامل مع أناس هم نتاج هذا الإنجاز التاريخي؟ الثورة الفرنسية كبرى، يعني ببعض المقاييس أو ببعض الجوانب هي ثورة جيدة في إزاحة الظلم، في إيقاف الكنسيين عند حدهم، في إيقاف سلطتهم المطلقة، هي كان لها بعض الإيجابيات التي ينوه بها. لكنك ما تشعر عندما تتعامل مع الدولة الفرنسية اليوم، ما تشعر أنك في الحقيقة تتعامل مع أناس يمثلون الشعارات هذه التمثيل الجيد. لذلك كله سأذكر إن شاء الله تعالى مجموعة العبر والعظات في ثنايا الأحداث الطويلة التي مرت على إخواننا وأخواتنا في الجزائر، وسأهدف من وراء ذلك كله إلى إصلاح الحاضر واستقبال ما يستقبل من أيام بوعي وفهم وقدرة على التعامل مع أحداث التاريخ وتطويعها للاستفادة في الحاضر والاستفادة في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. اصبروا معي إخواني وأخواتي، في حلقات كثيرة ستأتي سأذكر فيها هذا التاريخ الرائع الجليل العظيم، وسأورد فيها الأخبار والعبر والعظات مقرونة بسرد تاريخي وفيه صور وفيه أحداث، ربما يكون فيه بعض الأفلام إن شاء الله تعالى. والله أعلم وأحكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.